المدمرات والغواصات الأمريكية وجهت ضربات عنيفة على عدة مواقع لجماعة الحوثي في اليمن في الساعة الأخيرة من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء. التفاصيل نشرت من قبل القيادة المركزية الأمريكية، سي بي اس نيوز الأمريكية وبي بي سي البريطانية، وكانت هنالك لقطات للحظات الأولى من سقوط هذه الصواريخ التي سقطت بهذا الشكل. كما تلاحظون ضربات عنيفة للغاية على عدة مواقع وعدة محافظات تسيطر عليها جماعة الحوثي بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، وكانت هنالك صور أخرى لطبيعة هذه الانفجارات الواضحة أمامكم بهذا الشكل. الذي جرى بحسب ما نشرته كل هذه المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية لاحظت بأن جماعة الحوثي في اليمن بدأت بتحميل أو قامت بتحميل صواريخ إيرانية الصنع على منصات لإطلاق هذه الصواريخ في عدة محافظات وفي مناطق متفرقة، ووصلت إلى 14 منصة محملة بهذه الصواريخ التي تستخدم في استهداف البحر الأحمر وكذلك في خليج عدن، وطبعا هو للتحضير للقيام بهذه الهجمات في هذه المنطقة وفي المياه الإقليمية بشكل عام. ولذلك قررت الولايات المتحدة الأمريكية مباغتة جماعة الحوثي وتحقيق ضربات مباشرة على هذه المنصات، وقامت باستخدام المدمرات الأمريكية الخاصة بها من طراز أرلي بيرك وكذلك الغواصات المنتشرة في البحر الأحمر من طراز أوهايو، واستخدمت هنا صواريخ توماهوك الأمريكية. هذه الصواريخ يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، وزنها 1500 كيلوغراما، والرأس الحربي الخاص بها يصل وزنه إلى 450 كيلوغراما، وسرعة هذا الصاروخ تصل إلى 880 كيلومترا في الساعة الواحدة. وبشكل دقيق في الساعة 11:59 دقيقة من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء أطلقت موجة كاملة من هذه الصواريخ على عدة محافظات، ونتحدث هنا عن ضرب واستهداف 5 محافظات في الداخل اليمني ومن المواقع التي تسيطر عليها طبعا جماعة الحوثي. الضربات طالت صعدة والحديدة، واستهدفت كذلك تعز، واستهدفت 3 نقاط موجودة في ذمار، واستهدفت كذلك البيضاء، وقاموا بتدمير جميع هذه المنصات وهذه الصواريخ في استمرار في عملية ضرب قدرات جماعة الحوثي الهجومية من أجل شلها تماما. والضربة هنا كما نلاحظ من الولايات المتحدة الأمريكية هي ضربة استباقية من أجل إضعاف الحوثي قبل أن يقوم أو يحقق أي هجوم أو أي ضرر كان في المنطقة بشكل عام. وفي 48 ساعة الماضية رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة المركزية بشكل عام أعلنت عن هجوم استباقي آخر من الولايات المتحدة الأمريكية تم تنفيذه بالطائرات الحربية باتجاه 4 منصات لإطلاق الصواريخ الخاصة طبعا بجماعة الحوثي، وهي قد نصبت في 4 أو في غرب اليمن تحديدا، وقامت هذه الطائرات في نهاية المطاف بضرب هذه المنصات وهذه الصواريخ وتدميرها، وبالتالي هنالك ضربات وضغط عالي على جماعة الحوثي. وواحدة من الضربات التي تمت في الساعة الأخيرة من ليلة يوم أمس كما تحدثنا في ذمار بحسب المصادر القادمة من داخل اليمن ومن ذمار ومن شهود العيان، جاءت على إحدى القواعد أو إحدى النقاط التي كانت تستخدم سابقا من قبل الحرس الجمهوري اليمني تحديدا. هذه ذمار إلى غربها تأتي هذه القاعدة، كان يستخدمها النظام السابق بقيادة علي عبد الله صالح، وبالتالي هذه القاعدة سيطرت عليها جماعة الحوثي وأصبحوا متمركزين بها، وهي كانت إحدى النقاط التي استهدفت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الهجوم الأمريكي لم يأتي من فراغ أبدا. جماعة الحوثي قبل ساعات من هذا الاستهداف قامت بهجوم على هذه السفينة الأمريكية وهي جينكو بيكارتي، وقاموا بإصابتها بشكل مباشر وضربة دقيقة للغاية. السفينة طبعا أمريكية بحتة، وهذه السفينة كانت قادمة من جمهورية مصر العربية إلى الهند بحسب التسجيلات الخاصة بالمارين ترافيك، أي بمعنى آخر بأن هذه السفينة كانت تسير من البحر الأحمر بهذا الشكل حتى وصلت إلى خليج عدن، وفجأة انطلقت طائرة مسيرة بحسب ما تحدثت عنه هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية والقيادة المركزية الأمريكية، طائرة مفخخة هاجمت هذه السفينة وقامت بإصابتها بشكل مباشر. لا قتلى لا جرحى، لم تغرق هذه السفينة، ولكن الضربة أدت إلى أضرار مادية. طبعا جماعة الحوثي قالت بأنهم استخدموا صواريخا في عملية الاستهداف لهذه السفينة، ولكن بغض النظر عن ذلك الاستهداف كان حاضرا، وهذه ثاني سفينة
سفينة تجارية أمريكية تستهدفها جماعة الحوثي بدقة عالية للغاية في خليج عدن. قبلها كانت أيضا سفينة أخرى وقاموا باستهدافها بالصواريخ وأيضا حققوا إصابة مباشرة وناجحة. وهذه السفينة التي نتحدث عنها وهي جينكو تحديدا الأمريكية التي استهدفت، الضربة الخاصة بها جاءت في الساعة 8:30 من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء، أي بعد ساعات من الإعلان الأمريكي الكبير بإعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب. وهذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 من فبراير القادم، وبالتالي هنالك قرار كبير وجه لجماعة الحوثي وتحدوه تماما باستهداف هذه السفينة الأمريكية. وليس هذا فحسب، بل إن الاستهداف الأمريكي والضربات الأمريكية على 14 منصة لإطلاق الصواريخ التي تحدثنا عنها اليوم هي أيضا تأتي بعد معلومات استخبارية خطيرة تحدث عنها مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ونقلتها الأوسن ديفند، كما هو واضح لكم بأن جماعة الحوثي كانت لديها خطة لعملية ردة فعل كبيرة على كل الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم من 4 دول من ضربات 12 يناير الواسعة للغاية على أكثر من 60 هدف بأكثر من 100 صاروخ. هذه العملية أرادت جماعة الحوثي أن تقوم بردة فعل كبيرة للغاية. والحديث بحسب هذه المعلومات الاستخبارية هو أن جماعة الحوثي كانت تعد لتوجيه ضربات على عدة نقاط في عدة دول على القواعد الأمريكية الموجودة في البحرين، في الإمارات العربية المتحدة، والقواعد الأمريكية الموجودة في جيبوتي، وأيضا استهداف المدمرات والسفن الحربية الأمريكية والبريطانية المنتشرة هنا في البحر الأحمر. بالتالي جماعة الحوثي هنا أرادت إشعال حرب أشبه بالحرب وأشبه بالانتقام الكبير لإشعال هذه المنطقة. ليس واضحا طبعا ما توقفت جماعة الحوثي من القيام أو تنفيذ مثل هذه العملية، ولكن نشرت تفاصيل هذه العملية ونشرت هذه الخطة، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها الأخير واستهدافاتها المستمرة الاستباقية هي تحاول أن تضعف قدرات جماعة الحوثي من القيام بأي هجوم موسع بهذا الشكل. وبمعلومات خاصة حصرية تحصلنا عليها هنا في برنامج رأس السطر وهي تعرض لأول مرة في الإعلام وعلى قناة التغيير الفضائية، التفاصيل وهذه المعلومة تتحدث بأن جماعة الحوثي لديها اتفاق سري حققته مع الصين، وهذا الاتفاق هو مبني على أساس أن لا يكون هنالك أي هجوم بأي شكل من الأشكال على أي سفينة صينية تدخل لهذه المنطقة في خليج عدن أو في البحر الأحمر، وحتى إن كانت هذه السفن الصينية متجهة إلى إسرائيل أو قادمة من إسرائيل. وواضح جدا أن هذه المعلومة التي نتحدث عنها لها أدلة واقعية لم نرى حتى هذه اللحظة منذ اندلاع هذه الأزمة الكبيرة في البحر الأحمر وفي خليج عدن وفي المياه الإقليمية بشكل عام وتشكيل حلف حارس الازدهار. لم نرى ولا استهدافا واحدا لأي سفينة صينية أو لها ارتباطات بالصين بأي شكل من الأشكال. وكذلك رأينا أن البحرية الصينية لم تتدخل، القوة البحرية الصينية المتواجدة في خليج عدن لم تشارك في تأمين الملاحة في هذه المنطقة نهائيا، وكذلك لا مواقف رسمية من الصين تجاه كل ما يجري. والولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذا الأمر بشكل واضح، وهي تراقب أيضا طبيعة التواجد الإيراني من سفينة بهشاد وسفينة أخرى أيضا متواجدة في هذه المنطقة، وبهشاد التي تقوم بالكثير من العمليات التجسسية، وذلك لكي لا تكون هنالك حسابات خاطئة من قبل جماعة الحوثي مثلا ويستهدفون سفينة صينية بأي شكل من الأشكال، وبالتالي تفادي الحلفاء والضرب المباشر على السفن الأمريكية أو السفن الإسرائيلية أو البريطانية أو غيرها، أو حتى اليابانية التي استهدفت وجالكسي ليدر هي سفينة مملوكة من اليابان ولكن تستأجرها إسرائيل كما هو واضح من المعلومات الخاصة بها. بالتالي الولايات المتحدة تراقب هذه المسألة وتضغط، ولاحظ أنت أمام محور هنا موجود، الصين، جماعة الحوثي، إيران، كلها تعمل في هذه المنطقة وفي هذه النقطة الحساسة التي تمر فيها نسبة كبيرة من الطاقة والتجارة العالمية، وهي مؤذية جدا بالنسبة للغرب بشكل عام وليس فقط لإسرائيل. وكذلك أن بريطانيا الآن دخلت على الخط في عملية الضغط على الجانب الإيراني في دعمه لجماعة الحوثي التجسسي وفي السلاح وفي التدريب وغيرها، وهذا الأمر أصبح واضحا من طبيعة ما صدر
مؤخرا من لقاء بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقوا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 24 ل 2024، التقى به مباشرة. وطبعا ديفيد كاميرون كان قد تحدث بشكل واضح بأنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني على موقع إكس الخاص به، أبلغه بأن عليكم التوقف عن دعم جماعة الحوثي، عليكم التوقف من إعطائهم المعلومات الاستخبارية لتحقيق كل هذه الاستهدافات في البحر الأحمر وفي المياه بشكل عام. وكذلك انتقده على ما جرى من ضربات إيرانية مباشرة على أربيل مزعزعة للاستقرار وعدوان وغيرها، وبالتالي هو أوضح هذه الرسالة بشكل واضح لوزير الخارجية الإيراني. هنالك أصوات أيضا في الداخل الأمريكي تتحدث بصوت عال وبشكل مباشر لإدارة بايدن بأن عليك يا بايدن التفكير باستهداف إيران، لأن إيران تقف خلف كل هؤلاء، تساعد كل هؤلاء إن كانت جماعة الحوثي أو غيرها في كل الاستهدافات التي نراها اليوم في المنطقة. والولايات، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تراقب ما يجري اليوم بين باكستان وبين إيران، لأن بدأت ضربات متبادلة بين الطرفين. إيران هي التي بدأت بهذه الضربات على عدة مواقع في باكستان، وعادت باكستان وردت على هذه الضربات، وكانت هنالك لقطات نشرت صباح هذا اليوم من طبيعة الضربات الباكستانية على العمق الإيراني أيضا. ولاحظ كيف هي الضربات كانت واضح جدا بأنها أدت إلى ضرر كبير جدا بالنسبة للجانب الباكستاني. وهذه هي لقطات الأولى للضربات الباكستانية في الداخل الإيراني، وهذه إحدى القطع لإحدى الصواريخ التي استخدمت في هذا الاستهداف. وصدر بيان رسمي أيضا من الجانب الباكستاني عن طبيعة هذه العملية التي نفذوها في الداخل الإيراني. وهنا ما يجب أن نفهمه، الجانب الإيراني ببساطة عندما قام وبدأ بعملية الاستهداف هو استهدف جيش العدل. هذا الجيش هو الذي يؤمن بأنه يريد حماية حقوق أو يدافع عن حقوق المكون السني الموجود في الداخل الإيراني، وهو مناهض تماما وهو ضد الحكومة الإيرانية ويقوم بالعديد من العمليات في الداخل الإيراني. إيران فجأة قالت إن جيش العدل يهدد ويزعزع الاستقرار الموجود في الداخل الإيراني، واتهم مباشرة إسرائيل بأنها هي تقوم بدعم جيش العدل والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه العمليات في الداخل واستهداف مقرات للحرس الثوري الإيراني وغيرها، ويقومون بزعزعة استقرارنا. وعلى هذا الأساس قامت فجأة إيران دون إبلاغ الجانب الباكستاني بتحقيق ضربات مباشرة وبالصواريخ البالستية بالضبط كما فعلوا مع أربيل، وقاموا باستهداف جيش العدل بشكل مباشر. طبعا هذا الأمر أزعج باكستان، باكستان التي يتواجد جيش العدل طبعا في بلادها، وأيضا إيران اتهمت سابقا باكستان بأنها نوعا ما تدعم جيش العدل. باكستان تقول لا علاقة لي بجيش العدل، ولكن جيش العدل مستقر في باكستان وبعض العمليات يقوم بها في الداخل الإيراني كما تتحدث إيران. وبالتالي باكستان انزعجت تماما من هذه الضربة، لا بلاغ لا كلام ولا شيء نهائيا كان قادما من الجانب الإيراني، وقالوا بأن هنالك مدنيين قد قتلوا من أطفال ونساء جراء هذه الضربات. على هذا الأساس باكستان قررت الرد، ولكن لم ترد بشكل مباشر على الجانب الإيراني لا أبدا، بل هي استهدفت عناصرا أخرى موجودة في الداخل، وهي جبهة تحرير بلوشستان وجيش تحرير بلوشستان. وهؤلاء يؤمنون ببساطة بإقليم بلوشستان الذي هو باللون الأحمر باستقلاليته تماما، هم يقاتلون من أجل هذه المسألة، وهم متواجدين في الداخل الإيراني. وكذلك باكستان تتهم إيران بأنها هي تبقيهم هنا من أجل الضغط وزعزعة الاستقرار في باكستان، وبالتالي باكستان لديها الذريعة الكافية للرد طبعا، ومن حقها أن تقوم بالرد على الضربات التي جاءت ضدها، وقامت بالاستهداف بالطائرات الحربية الخاصة بها وكذلك بطائرات الدرونز الطائرات المسيرة، وقامت باستهداف جيش تحرير بلوشستان وكذلك جبهة تحرير بلوشستان، ضربوا 7 مواقع خاصة بهم في هذا الاتجاه تقريبا. وتقريبا بهذا الاتجاه كانت الضربات تأتي من قبل الجانب الباكستاني. ما تراقبه الولايات المتحدة الأمريكية هنا هي أنها تريد أن ترى كيف هو الرد من قبل إيران بعد الضربات الباكستانية. الآن وإيران ضربت واعتبر هذا عدوانا وخرقا للسيادة وغيرها، ولا بلاغ من باكستان لإيران، كيف سترد إيران على هذه المسألة؟ لأن الولايات المتحدة تبقي بذهنها بأن هذه المسألة يجب أن تدرس، لأنها تفكر أيضا بتوجيه ضربات تأديبية لإيران
لتتوقف من القيام بما تقوم به في المنطقة وبزعزعة الاستقرار الكبيرة إن كانت بدعمها لفصائلها المقربة منها جماعة الحوثي أو ضربها لأربيل بشكل مباشر أو حتى بضربها لباكستان دون إبلاغ أحد.